سيد الوزير صعب الكريم، هل الأمر يتعلق بالإرادة السياسية أم لا؟ طبعا أنا كوزير النقل أعتبر روحي مسؤول على كل إنسان يتعطل في النقل، يتأخر في النقل، يتقلق في النقل، وأنا نخدم ليل ونهار من أجل إرضاء هك المواطنين وهك الحرفاء. كذلك أنا مع المنبر هذا أعتذر لكل مستعملي النقل في تونس اللي في أي وقت في أي ظرف يحسوا اللي حقهم تهضم وإلى الخدمات ما كانتش في المستوى اللي ينتظروه. هذايا احنا عنا حلول بدينا نقدموا فيها للخروج من الوضع هذا، وهذا الاهم رغم التركة الى القناة. فاحنا نحب نوصلوا في وقت قريب باش تصير مصالحة بين المواطن وبين وسائل النقل. كيفاش سيد الوزير؟ المصالحة هذه ما هيش كلام، المصالحة هذه تقتضي ان نحلوا مشكلة الاسطول. يلزمنا نجيبوا حافلات وقطارات، ويلزمنا معناتها ننظموا الممرات نتاع الحافلات وننظموا حركة المرور بطريقة اللي نوفروا للحافلة الوقت والراحة باش نجم معناتها تعطي مردودية أفضل. هذا قادرين عليه. احنا توا الحياة نتاعنا قاعدة تنمو بطريقة شوية عشوائية. عشوائية وكبيرة برشا. وبالتالي الخطوط نتاع النقل نتاعنا برمجتها عشوائية. ثم ضغط حقيقي. فاحنا قاعدين بذلين جهود باش نحسنوا الأسطول. كما ناخذوا مثال صفاقس، كما كانت حادثة عبد الرزاق، عندنا حافلات نشريوها، حافلات مستعمله في وضع جيد باش نعزوا بها. هذايا جهد. القطارات كيف كيف، المترو كيف كيف، كلها جهود لتحسين الاسطول. ما دامنا عندنا نقص، ما دام مازلنا باش نعانيوا شويه. باهي سيد الوزير، المواطن باهي الكلام. المواطن يقول لك اعطيني وقتاش. راني جاي. معناتها احنا في الحافلات المستعمله هذه عمليه مش باش تطلب منا وقت. بداوا ثم لجنه فنيه مشات لفرنسا، وثم شكون من الوزاره وشكون من نقل تونس، وشافوا الحافلات بصفه جيده، وثم حافلات باش تكون جيده وفي مستوى عالي وتنجم. هذا باش يخفف علينا الضغط اللي ترى فيه في خلال الاشهر القليله القادمه باش توصلنا. معناتها مثلا تاع مرشي عندنا حافلين حتى نهار 13 ديسمبر. معناتها احنا باش نحرصوا على الامر هذا يتم. هوني ل 13 ديسمبر لازم اون ديسيد ناخذ ولا دونك احنا بحول الله قررنا ان باش ناخذوا حافلات. ماذا بينا يكون القرار في اخر العام القرار هذا باش ناخذوه باش نبداو ننفذوه. في بداية العام إن شاء الله تبدأ عنا تعزيزات نتاع حافلات اللي باش تخفف المعاناة هذه. هذا شيء مهم. حاجة أخرى مهمة زادة في برنامج الشركة من حلول القناة، هو أن نستعمل الحافلات الصغيرة تاع 30 مقعد اللي هي أكثر نجاعة وأسهل في الحركة نتاعها، وتنجم توصل لبرشا نقاط في الولاية. حاجة أخرى، احنا مادام حكينا السواق وعلاقة السواق بالمواطنين وكذا، احنا أولا حرصنا وباش نزيدوا نحرصوا على حسن اختيار السواق عند انتدابهم وحسن تكوينهم، تكوينهم الفني وتكوينهم الاخلاقي، والحرص حتى على مظهرهم. هذا كله لانه سياقه حافله او قطار امانه، والناس اللي راكبين معنا امانه ومسؤوليه ويستحقوا الاحترام، وهذوما ناس دافعين فلوسهم باش يركبوا معنا. فمن حقنا من واجبنا ان نرد التحيه باحسن منها. فانا نوجه دعوه ديما لسواقنا باش كيما نعرفوا اغلبهم باخلاقهم بصبرهم بحرفيتهم يقدموا خدمات للمواطنين رغم صعوبه الظرف. وانا بالمناسبه هذه ما غير مجامله نحب نحيي السواق نتاع الشركه نتاع الجهوي لصفاقس. علاش؟ لانه احنا مثلا كي عملنا امتحان نتاع العوده المدرسيه قبل العوده المدرسيه كثر الكلام انه ما عندناش حافلات وباش تفشل العوده المدرسيه وكذا، ولكن عملنا اجتماع مع الاخيان في الشركه ودرسنا الامور ووفرنا 225 حافله على 362 كاسطول، ووفرنا معناتها 20 حافله في 3 ايام صلحت 20 حافله وزدنا الاسطول نتاعنا، وعملنا عوده مدرسيه في ظروف طيبه جدا، واعطينا اولويه للتلامذه والطلبه وقاعدين نحسنوا. فباسطول نقص، بظروف ورشات صعيبه، بظروف عمل سواق صعيبه، بظروف حركه مرور صعيبه، بظروف معناتها من نواحي كل صعيبه، ونوصلوا باش نعملوا عوده مدرسيه كيما هذيك، ولا نوصلوا نوفروا خدمات نقل بالمستوى اللي عنا الان، هذا في حد ذاته مش شويه. وهذاك علاش معناتها انا نحييهم كل السواق وكل العاملين في الشركه، ولكن في نفس الوقت احنا باش ننتبهوا اكثر للانتدابات في السواق للتكوين نتاعهم. المراقبه نتاعهم تنجم تكون عن طريق مراقبين، ولكن احنا من الحاجات نحبوا ندخلوها في شركه النقل
ونعموها في شركة نقل هي المراقبة عبر الإعلامية عبر جي بي اس. تولي الحافلة النجم ونعرفوها وقفت المحطة ولا ما وقفتش، تمشي بالسرعة المطلوبة ولا ما تمشيش، وصلت للنقطة اللي لازمها توصل لها ولا ما زالت ما وصلتش. هذه كل النجم نراقبوه بقاعة عمليات. فإحنا توا عنا تجربة بدأت في بعض الشركات وإن شاء الله باش توصل نعموها على شركة أنا في صفاقس، نوليو النجم نراقبوا أسطولنا وحركة نتاعو والنجم ندخلوا معناتها بطريقة فورية باش ما نخليوش تصير تجاوزات. من ناحية أخرى احنا ندعو الحرفاء نتاعنا اللي يتنقلوا في ظروف صعيبة وعندهم الحق بزاد كذلك يوسعوا بالهم مع سواقنا، لأن سواقنا يخدموا في ظروف استثنائية، يعاونوهم يدعموهم، احنا إخوة في مركبة واحدة نخدموا في ظروف صعيبة بعد تركة كبيرة، نساعدوا بعضنا باش نخرجوا من المنطقة دي الصعيبة حتى للأسطول يتحسن، حركة المرور تتحسن، الأوقات نتاع الدخول للإدارة والأوقات نتاع الدخول للدراسة احنا نجم نتحكموا فيها. أما الناس كل تدخل فرد وقت وناس كل تخرج فرد وقت هذا ما يزيد يصعب على النقل. فإحنا في دخول الجامعات، في دخول المدارس الصباح وفي القائلة وفي العشية، في دخول الإدارات نجم ننظم رواحنا بالتعاون مع وزارة التربية بالتعاون مع الإدارات اللي عنا باش نسهلوا استعمال الأصول نتاعنا.